أيضا راح نتكلم عن في هذا الموضوع عن أسباب الكحة عند الأطفال. يمكن أن تكون الكحة عند الأطفال ناتجة عن الكحة التي اكتسبها الطفل بعد إصابته بمرض، أو بعد استنشاق جسم غريب مثل الطعام أو لعبة صغيرة، أو بعد التعرض للمهيجات مثل التلوث الناجم عن دخان السجائر أو الموقد. بعض المواقد ممكن تسبب خروج بعض المواد الكيميائية. وأيضا من الضروري تجنبها لكي يكون الطفل في أحسن حال. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.